مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، أسعد الله صباحكم وسائر أوقاتكم بكل خير وبركة. أهلا بكم في هذا الصباح، ونحن ننسج الأمنيات لهذا الوطن بأن يظل وطنا كبيرا معافيا. ننسج أغنيات الوطن من لدن خليل فرح ومحمود الفني، مرورا بمحمد الحسن سالم حميد ومحجوب شريف، حتى آخر الذين صاغوا الكلمات حبا وانتماء لوطن الخليل والعزة. نترنم حبا لهذا الوطن في هذا الصباح الجميل مع خليل فرح، نترنم حبا مع محمود مصطفى التني، نترنم حبا مع الصاق محمود أبو بكر، ونحن نغني بلدي الدار والطنبور، وداراتا لنحفي الليل، وبنوتا تحاكي الخيل، إشاب زي جدي الريل، وشبال مكنتل في طريفه ودع بلادي حنان، وناس حنان يحبوا الدار يموتوا عشان حقوق الجار، يخوضوا النار عشان في الدمعة كيف الحالة لو شافوها سائلة دمع. أهلا بكم في هذا الصباح، فقرات عديدة ومتنوعة في صباح الشروق لهذا اليوم. مرحبا بكم في صباح الشروق، عدد من الفقرات التي أعددناها خصيصا لتناسب أذواقكم في صباح الشروق لهذا اليوم. سيكون معنا في المحطة الأولى الفنان ولد الجيب المنصوري، حبابك عشرة في صباح الشروق ومنورنا، مرحبا بك. لك التحية التقدير أخونا نزار، والتحية لصباح الشروق ولكل الأصناف العامل بها، وهي الغناء التي ولدت بأسنانها. لكم التحية والتقدير، وهذا الصباح صباح الشروق، ونقول نخش في أغنية طوال نعطر بها الجو إن شاء الله. طيب يا شموش أفراحي، شموش وشروق كلها شموش مع بعض وشروق. أيوة أيوة، نخش في شموش أفراحي للشاعر عثمان عبد السليم. عثمان عبد السليم له التحية والتقدير، نسمع. نخش في الأغنية طوال إن شاء الله. البعد والفرقة ما لقدر تصيب يا شموش أفراحي لمتين نرتغيبي، شموش أفراحي لمتين لا تغيبي، والبعاد والفرقة ما نقدر تصيبي، يا شموش أفراحي لمتين لا تغيبي. أحمل أشواقي أحمل أشواقي أحمل أشواقي أحمل أشواقي أحمل أشواقي، أنا من لهيب يا شموش أفراحي لمتين من أشواق، يا أنا من لهيبي، يا شموش أفراحي لمتين تغيبي، يا جروح الفرقة لمتين عاد تطيبي، يا شموش أفراحي لمتين تغيبي، يا جروح الفرقة لمتين عاد تطيبي، يا شموش أفراحي لمتين تغيبي، يا سنين طالعيني حتى على أقلامي، يا سنين طالعيني على قلبي، يا سنين طالعيني حتى على قلبي، حالي من فارقته محزون وكئيب، يا شموش أفراحي لمتين لا تغيبي، والبعاد والفرقة ما نقدر نصيبي، يا شموش أفراحي لمتين لا تغيبي. هالزمن وداني هالزمن وداني هالزمن وداني ليه من وداني لدار غريب، يا شموش أفراحي لمتين دار تغيبي، وتهت في وداني في دار مهيب، يا شموش أفراحي لمتين دار تغيبي، وتهت في وداني في دار مهيب، يا شموش أفراحي لمتين دار تغيبي. يا بلد من غيرك الأيام عصيبي،
اشواق الرهيب يا شفاح دمتين دار تقيبي وليه مناظر فيها خلابة وعجيب يا شفاح دمتين دار تقيبي وليه مناظر فيها خلابة وعجيب يا شفاح دمتين دار تقيبي في الظلال الهادي امرق عن قرابي العصير دربان يزرع فيه الحبيب يا شفاح دمتين دار تقيبي العصير دربان يزرع فيه الحبيب يا شفاح دمتين دار تقيبي وديك شلق شاشة دج على الزريب يا شفاح دمتين دار تقيبي وديك شلق شاشة دج على الزريب يا البعاد والفرقة لا نقدر تصيب يا شفاح دمتين دار تقيبي البعاد والفرقة ما نقدر تصيب يا شفاح دمتين دار تقيبي البعاد والفرقة ما نقدر تصيب يا شفاح دمتين دار تقيبي البعاد والفرقة ما نقدر تصيب يا سلام يا سلام الله يسلمك شكرا ودجيب على هذا اللحن الصباحي الجميل وده بيقودنا لمحورنا الاول مباشره اللي هو هنا الطنبور والحنيه اللي فيه هنا الطنبور ده ملان حنين سواء كان الحنيه للبلد او للوطن البلد ده طبعا الغرية الصغيره او للوطن الكبير السودان وعلى مدى تاريخ أغنية الطنبور من القامة ليانة بالحنين والشجن فنتكلم ودجيب وعلاقته وارتباطه ذاته بالطنبور كآلة. نعم الطنبور اصلا انا لما بديت اعزف ذاته كنت بتعزف اول ما بتغني ايوه نعم انت بعزف طنبور ونحن الطنبور ذاته عندنا له كم اسم الطنبور بدا عندنا في المناصير بالذات منطقه المناصير بالنقي والنقي والطنبور والرباب والباسنكوف واساميهم كثيره متعدده ونحن بدينا انا بديت انا شخصيا بديت بالطنبور اول بعزف طنبور ومناسباتنا للان بيننا نعزف اكثر من نغني هناك في المنطقه مع الجرتك مثلا ومع القعيده والحاسم الرتوتي والتراث البلد المنطقه يعني كله مختلف ايوه من المناطق المجاورانا نقع بين الرباطة والشاجية نحن منطقة المناصير تقريبا ولكن تراثنا بيختلف من المنطقتين هو كله نمط سايد هنا الطنبور سواء كان في
في السيرة وفي القعدة زي ما قلت انت قبل شوية وفي جلسات الوداع اللي بتعملها الناس المسافرين. انا بتكلم عن حاجة مهمة شديد وهي مسألة الحنية في المفردة ذاته. انت زول بتكتب وغنيت لي شعر كتبوا لك. نعم. فالحنين ده جاي من وين في غنى الطنبور؟ الحنين جاي من المنطقة ذاتها. المنطقة أصلا هي شاطئ وعين مع النيل نحن. وأي من نازل في النيل ده كلهم تلقاهم عندهم حنية والرمال والتلال والخضرة. يعني جاي من حنية المنطقة ذاتها. الأداء والقصيدة اللي بيجي بتكتب حتى القصيدة اللي بتكتبها دي بتجيك من المنسوج الخيالي في المنطقة في البلد. والألحان ذاتها. الألحان. أيوه الألحان. فالحان يعني بتدي قصيده رونقه. انت غنيت لي منو من الشعراء؟ غنيت لي شعراء كثيرين في المنطقه ككسر لا يتعدوا، وفي الخرطوم في المدن هنا في الولايات. غنيت لي اول بديت مع شاعر محمد جيب الله كدكي قسم السيد الرحل قسم السيد عبد الرسول وسيد احمد عبد الحميد وناس حسن الضو شله من الشعراء لهم التحيه والتقدير واللي توفوا ربنا يرحمهم ويتقبلهم ان شاء الله. وغنيت الاجيال الهسع برضو كتبوا الدونة كثير. يعني جمعت بين جيلين، بين جيل الرواد ناس سيد احمد عبد الحميد ومحمد جيب الله كدكي وغنيت لجيل الشباب. واللي انت ذكرت لي قبل شويه قلت لي انه مساله الحنيه دي في الكلام سواء كان او في اللحن جايه من البيئه، فخلينا نجيب على مساله البيئه وتاثيرها على الشاعر. يعني البيئه ذاتها معروف انه الانسان بيتأثر ببيئته اللي حواليه وبيأثر فيها. فنقيف على تأثير البيئة على الدجيب المنصوري. البيئة والله منطقة المناصير البيئة ذاتها تختلف من المناطق زي ما قلت لك الغرى الثانية أو المدن الأخرى. ناس حنية حنية الأهل الطيبة وغالبا السودان كله حنينين أهله وطيابته وحنيته، لكن نحن عندنا لون خاص في منطقة المناصير ويعني حنيته وناس مع بعض والنفاشات فاتحة مع بعض للآن. يعني الجيران كلهم سوا والمنطقة شريط النيل ده ضفتين، نقع الضفة الشرقية والغربية مع بعض فوق النيل. طيب هي الحنية دي يمكن ظاهرة حتى في كلام الناس في حواراتهم العادية. نعم. في كلام الحبوبات، في الأم لما تنادي أولادها. نعم. وده هنا بكون يعني فريسة سهلة للشعراء إنه يصطادوا منا المفردات. فنسمع نموذج ثاني من هناك. نسمع نموذج أغنية للشاعر إبراهيم حجيبي. اسمع شنو؟ الشاعر أخونا ابننا إبراهيم حجيبي من الشعراء البعدين جدادين ولد المنصوري منا. نسمع منه المصدر. الأغنية اسمها شنو؟ طيور أشواقي تقريبا. طيور أشواقي رحل الحبيب في دار طير يا طيور أشواقي رحل الحبيب في دار شوف إنه اليكون بس طيب ما شرط أن تجيني أخبار. طير يا طيور أشواقي رحل الحبيب في دار شوف إنه اليكون بس طيب سألتين عنه لو انت سألتين عنه قول الله وانت منار. لو انت سألتين عنه قول الله وانت منار يوم ما يذكرك فيه تنجح يا تجوط افكار. تيري يا طيور اشواك روحي يا الحبيب في دار شوف انه يكون بك طيب ما شرط تجيني اخبار. تيري يا طيور اشواك روحي يا الحبيب في دار خلي انه ليطمن نفسه يطمن نفسه خلي انه ليطمن نفسه واقبل منه كل اعزاد. خلي انه ليطمن نفسه واقبل منه كل اعزاد عارفنا لي حظ اسرار ربنا زي حظ اسرار. ديري يا طيور اشواي شوف انه ليكون بالطيب ما شفت تجيني اخبار. ديري يا طيور اشواي وحنا الحبيب في دار ايامنا ايامنا الزمان يا حليل يا
الزمن يا حليلة صبحة في الفوات تسكر أيامنا الزمن يا حليلة صبحة في الفوات تسكر كنا مع بعض يومات نشوف مع صغار يدبار طيور أشواي من تشريق نلعب للمغيم من تشريق واليوم كله نقضي نهار للمغيم من تشريق واليوم كله نقضي نهار ساحة الغابة نرجع حنا زي الطير يعود لو كار طيرين طيور أشواق بيزق خدار بدينك الخدار ساقيه مش كل زول بيزق خدار بلح والحصاد يرجاه شم من تاني يدني سمار يرين يا طيور أشواق أحلى الحبيب فينا شوف إنه يكون بس طيب عشان تجيب إخبار يرين يا طيور أشواق أحلى الحبيب فينا الريف انت عارفه براكة الريف انت عارفه براكة زي الصعيد وبزارو انت عارفه براكة ما زي الصعيد وبزارو الريف انت عارفه براكة ما زي الصعيد وبزارو مبسوطين في مان الله حنا يا سور جميع منزار عايشين بالبسيط في الدنيا قدوتنا الرسول وانصار ديرين يا طيور اشواق احنا الحبيب فينا شوف انه يكون بالطيب عشان تطيين اخبار ديرين يا طيور اشواق احنا الحبيب فينا ما حامين عشت ازاي ما حامين عشت ازاي كل زول فينا يسني الجار نعشت ازاي كل زول فينا يبقي الجار عايشين بالبسيط في الدنيا قدوتنا الرسول وانصار ديرين يا طيور اشواق احلى الحبيب فيدا شوف انه يكون بس طيب عشان تطيين اخبار شوف انه يكون بس طيب عشان تطيين اخبار شوف انه يكون بس طيب شكرا يا عبد الجيب يا اخي كثر خيرك غيرت لنا جو الاستوديو واللوكيشن وفي معاني انا وقفت فيها في الاغنيه دي ودي بتسوقنا للمحور الجاي في مطلع في مدخل من الاغنيه كل زول بيزقي خداره وبعد شويه ما همينا عشت الدنيا أيوه. نرضى بالقليل وغدوتنا الرسول وانصاره أنا وده بيقودنا لسؤال كيف انت بتختار هناك لما يجيك مجموعة من الشعراء ويزول يقدم لك نموذج من غناه أو من أشعاره تعرف كيف النص ده بيناسبك وعلى أي أساس بتختار النصوص المفروض تغنيها النص أنت ما حسيته حسيت بذاته فيك ما بتقدر تعديه تمام كملحن أو مغني لازم تحس النص ذاته يأثر فيك أنت الراجل اللي كتب القصيدة ده يعني شغله أنا برأيي كده بسطة من القصيدة حقتي وفيها نوع من الحكم ومن الناية يعني قال عايشين بالبسيط في الدنيا قدوتنا الرسول وانصار كان كان من الصوفية شوية ذاتها قدوتنا قال الرسول وانصار بيقول وكل زول فينا يسني جاره يعني ده بيسوقنا برضه لل وده جيب القيم المفروض تكون في الغنى يعني احنا كمجتمع سوداني عندنا قيم ومبادئ كثيره جدا القيم دي تتمثل في تعاملاتنا اليوميه في كلامنا في حوارنا في المفاهيم اللي بنربي عليها اولادنا وكده فالقيم المفروض تكون في الموجوده في اغاني الطنبور المفترض تكون يعني عندنا ساعه
كم قصيدة بتدعي مثلا للمحبة لعش الغربة؟ عندنا كده كده كان كاتب لي قصيدة بيقول انت في الغربة اللي لا شغل لا متين انت مع الهوى ضم ماك ماشي على عقل الكلام ده وجابته اسمه بدر الدين. سمع القصيدة غنيته وسمعه وقام جاء كان 3 سنة برا سمع القصيدة جاء يعني أثرت أثرت فيه كثيرة زي بدر كثير. كل إحساسكم شنو لما تلقوا هناكم ده وصل للناس يعني ده جيب وتأثروا به؟ ده معناه إنه عندكم تأثير حقيقي من خلال ما تقدمه من فنون. يعني أنت فنك اللي بتقدمه ده قد تكون في لحظة من اللحظات حسيت إنه عبارة عن حاجة ترفيه للزول لكن ما عنده الأثر اللي يمكن يغير مسيرة زول أو يغير حياته. لما مثال للشخص اللي قبل شوية ده سمع الأغنية وغير فكرته وجا راجع. فأنتوا إحساسكم شنو لما تلقوا إنه غناك واصل وقادر يأثر في الناس؟ دي بخد عليك مسؤولية أكبر. والله مسؤولية بحل قضايا بحل مشاكل ذات. يعني أنت كونه تدع لحاجة تأثر في المجتمع كويس حاجة للخير يعني للخير تدعي له يعني زي الدعوة تعالوا يا هلمة يعني مثلا حتى في القصائد الوطنية يا سلام جانا السلام والسلام عما البلد ويا سودان تسلم من كل بلية. يعني عندك قصائد زي دي كلها تدعي للخير والمحبة وللجي وفي الغربة يجي وأبوك حتى بقى منك هناي اللوم. يعني الأغاني دي كله كتبوا في اللوم في الشعر كتبوا كثير. طيب يعني نشوف القضايا اللي غنيت لها أنت أبرز القضايا اللي تناولتها في غناك. أنا كان غنيتها بداية بديت بالوطن تقريبا بديت بالوطن بالوطن عندي كتبتها بقول يا سودان تسلم من كل بلية من ضياع الحرب والفتن الجنية يا شعب الوطن أصبر شوية دي الصابرات روابح وتشفي كية يتحقق سلام نطف القضية سيب كلام الناس وكلام الجهوية نوحد السودان نكون إيدا سوية نعمر ونزرع الأرض الوفية الأرض لينا بتجني كل سمرات شهية يبقى ده السودان أعز دول غنية. يا سلام يا ماشي الجنوب هاك التحية جيب لي اخي معاك من ملوال هديه ويا ماشي الشمال بعد الضحيه جيب لي من نخل الشمال رطب انجنيه اسير وامشي الشرق الدروب وفيه جنب خات القهوه حتى الزمزميه سلامي للغرب المخدر والسعيه القداح تجيك بيروبا شهيه عندنا السعيه وعندنا الخير وعندنا اللبن والسمن والحياه دي كلها تجيك من الولايات. يعني والله يعني دي سياحة جميلة يا ودجيب المنصوري نحن سعدنا بيك وغيرت لنا حقيقي جو الاستوديو دي طلالة صباحية جميلة كتر خيرك نورتنا رغم قصر المدة شاكرين لك وسمعنا شتول الريد نسمع شتول الريد كلمات من هي خيرك وبارك الله فيك والتحية لكل الفرقة والعاملة معكم إن شاء الله. شتول الريد شتول الريد مسالي بس الضر أخونا إبراهيم حجيل اسمع شتول الريد شتول الريد مسالي بس الضر من قال لك شتول الريد مسالي بس الضر وحدك انت يا ابويا لسه كل عروق خضر وحدك انت يا ابويا لسه كل عروق خضر الناس ما بتخلي كلامها تخلي كلام الناس ما بتخلي كلام ولا بيصلح ولا بيضر غير ما يقوي ايماننا غير ما يقوي ايماننا تاني يزيدنا نحن اجر الخير مهما يبقى سباق الخيل مهما يبقى سباق فايز في النهاية الحر الزول
الزول ما بيفوت اقداره الزول بيفوت اقداره الزول ما بيفوت اقداره مهما كان عليه تجر ما صدق كلام الناس ما صدق كلام الناس ما صدق كلام الناس خليه ليفوت يعبر أديهم بقدر مغام أديهم بقدر مغام والغايب يكون عذر القصد انك انت يابا وحفر ليك حفره قبل سايل ربي ما يتهن سايل ربي ما يتهن في هذا الزمان المر تفرح للحزين وتسر قليك مهما سوي شان ارضيك مهما سوي شان ارضيك شايف ما في ليه وقدر كايس ليه رضاك وراحتك ليه رضاك وراحتك مهما كلفني صبر اعرف انت في جوايا اعرف انت في جوايا جوا قلبي ليك قصر لو داير عيوني يا يابا لو داير عيوني وحدك انت يا ابويا لسه كل عروق خضر شكرا يا ود اجيب كثر خيرك نورتنا وشرفتنا في صباح الشروق ونحن شاكرين للسياحه الغنائيه الصباحيه وان شاء الله نلتقيك في مساحات اكبر واوسع كثر خيرك الله يكرمك كثر خيرك وبارك الله فيكم على هذا الصباح الجميل وشكر لكم التقدير ولكل محبين قناه الفضائيه الشروق كثر خيرك لكم شكرا اذا